جنى في العمود الفقري. يتكون العمود الفقري من تراكب بنى عظمية مستطيلة الشكل تسمى الفقرات. عند النظر إليه من الخلف يظهر العمود الفقري بشكل مستقيم. توجد انحناءات طبيعية في العمود الفقري بمستوى العمود الرقبي والظهري والقطني فيما يسمى بالمستوى السهمي. تضع هذه المنحنيات الطبيعية الرأس فوق الحوض وتعمل كممتص للصدمات لتوزيع الضغط الميكانيكي أثناء الحركة. غالبا ما يعرف الجنف بأنه ميلان غير طبيعي للعمود الفقري على المستوى الإكليلي يصاحبه درجة متغيرة من الدوران. الجنف في الواقع هو مشكلة ثلاثية الأبعاد تتضمن المستويات التالية: المستوى الإكليلي، المستوى السهمي، والمستوى الأفقي. المستوى الإكليلي هو مستوى عمودي من الرأس إلى القدم وموازي للكتفين، يقسم الجسم إلى قسم أمامي وقسم خلفي. يقسم المستوى السهمي الجسم إلى نصفين أيمن وأيسر. المستوى الأفقي موازي لمستوى الأرض ويتعامد على المستويين الإكليلي والسهمي. يمكن تصنيف الجنف حسب السبب إلى جنف معاود غير بنيوي وجنف بنيوي، ويقسم إلى جنف خلقي، جنف عصبي عضلي، وجنف مجهول السبب. قد يكون الجنف مرتبطا بخلل في الوضعية أو تفاوت في طول الساقين أو بسبب الألم. لا يحتوي هذا الجنف غير البنيوي على مكون دوراني. ينتج الجنف الخلقي من عدم تناسق في الفقرات الناتج عن التشوهات الخلقية للفقرات. على سبيل المثال الفقرات النصفية والاندماج الفقري الخلقي. عادة ما يظهر الجنف الخلقي قبل سن 10 سنوات، وغالبا ما يرتبط بخلل في الأعضاء الأخرى كالقلب والكلى. يشمل الجنف العصبي العضلي الجنف الثانوي للأمراض العصبية أو العضلية. يتطلب العمود الفقري المستقيم توازنا طبيعيا للعضلات وقوة عضلية طبيعية في الجذع. في حالات كالشلل الدماغي أو إصابات الحبل الشوكي أو الحسر العضلي أو ضمور عضلات العمود الفقري أو السنسنة المشقوقة، تكون العضلات غالبا ضعيفة وغير متوازنة، مما يؤدي إلى تطور الجنف. الجنف مجهول السبب هو الجنف الذي لا يوجد له سبب محدد، على عكس الأنواع العصبية العضلية أو الخلقية. يقسم الجنف مجهول السبب إلى 3 فئات فرعية بناء على عمر المريض عند المراجعة. عند تشخيصه عند الأطفال بعمر 3 سنوات أو أقل، يسمى هذا النوع من الجنف بالجنف الطفولي مجهول السبب. ويدعى الجنف مجهول السبب عند الأحداث إذا تم تشخيصه بعمر من 4 إلى 9 سنوات، وجنف المراهقين بعد عمر 10 سنوات. جنف المراهقين هو الشكل الأكثر شيوعاً للجنف مجهول السبب، ويمثل ما بين 80 إلى 85% من حالات الجنف، وهو محور المناقشة في هذا الفيديو. يصاب الذكور والإناث على حد سواء، ومع ذلك فإن خطر تفاقم الجنف وبالتالي الحاجة إلى العلاج أعلى 10 مرات عند الإناث منه عند الذكور. عادة ما يأتي المرضى إلى الطبيب نتيجة عدم تناسق الجذع الذي تتم ملاحظته أثناء فحص الجنف في المدرسة، أو بالصدفة أثناء الفحص السريري الطبي، أو عند التصوير الشعاعي للصدر، أو أي دراسة تصويرية أخرى. إذا كان المريض المصاب بالجنف مجهول السبب يعاني أكثر من ألم خفيف في الظهر، ينصح بالبحث عن سبب آخر للألم. بسبب تغيرات في شكل وحجم الصدر، فقد يؤثر الجنف الشديد على وظيفة الرئة. التشخيص: عادة ما يتم تشخيص الجنف من خلال القصة المرضية والفحص السريري والتصوير الشعاعي للعمود الفقري. سيسأل الطبيب متى لوحظ التشوه لأول مرة ومن لاحظه؟ ما هو معدل تطور الجنف؟ هل يعاني المريض من أعراض؟ وهل يوجد تاريخ عائلي للإصابة بالجنف؟ الخطوة الأولى في فحص الجنف هي المعاينة البسيطة. عند فحص المريض الواقف من الخلف قد تتضمن نتائج المعاينة ما يلي: انحناء العمود الفقري مع عدم تناسق في الصدر أو أسفل الظهر، الاختلافات في مستوى الكتفين أو لوحي الكتف، عدم تناسق محيط الخصر. يتم إجراء اختبار الانحناء الأمامي لآدم، وهو الاختبار المعياري الذي يستخدمه أطباء الأطفال، وهو الاختبار المستخدم في المسح الطبي في المدارس الابتدائية. أثناء هذا الاختبار يراقب الفحص المريض من الخلف بينما ينحني للأمام عند الخصر 90 درجة حتى يصبح العمود الفقري موازياً للمستوى الأفقي، والقدمين بجانب بعضهما، والركبتين للأمام مباشرة، والذراعين متدليان للأسفل. التبارز الضلعي أو عند الخاصرة على جانب واحد هو علامة تدل على الجنف. يكشف اختبار الانحناء الأمامي لآدم المكون الدوراني للجنف. البروز الضلعي هو نتيجة دوران القفص الصدري على العمود الفقري. يجب قياس درجة الدوران باستخدام مقياس الجنف المسمى سكوليومتر.
يعتبر الميلان 7 درجات أو أكثر على مقياس الجنف أثناء اختبار الانحناء الأمامي لآدم غير طبيعي. في حالة الاشتباه في وجود اختلاف في طول الساقين، يمكن وضع كتل قياس بأحجام مختلفة تحت الساق الأقصر حتى يصبح الحوض مستوياً. عادة ما يختفي الجنف التعويضي عندما يتم تصحيح فرق طول الساقين بهذه المناورة. يجب إجراء فحص عصبي كامل، بما في ذلك فحص المنعكسات. قد يشير ضعف أو غياب المنعكسات الوترية العميقة إلى جنف عصبي عضلي. الصور الشعاعية مطلوبة لتأكيد تشخيص الجنف وتحديد المسببات وتحديد نمط الجنف وقياس شدة الميلان بحسب زاوية كوب. يجب أن يشمل التقييم الشعاعي الأولي للجنف صورا شعاعية بالطول الكامل من الفقرة الرقبية السابعة حتى العجز أمامية خلفية وجانبية بوضعية الوقوف. الصور الأمامية الخلفية مع انحناء جانبي غير ضرورية للتشخيص لكنها مهمة للتخطيط للجراحة. على الأشعة السينية ميلان أكثر من 10 درجات كما يتم قياسه بزاوية كوب التي سأشرحها لاحقا يحدد الجنف. أما الميلان بزاوية كوب 10 درجات أو أقل يعتبر ضمن الحدود الطبيعية لعدم تناسق العمود الفقري، وهذا الميلان الصغير شائع وليس له أهمية سريرية. بشكل عام يعتبر الجنف مهما إذا كان أكبر من 25 درجة. الانحناءات التي تتجاوز 45 درجة تعتبر شديدة. تتشكل زاوية كوب من تقاطع خط موازي للحافة العلوية لجسم الفقرة النهائية للانحناء من جهة الرأس مع الخط الموازي للحافة السفلية لعظم الفقرة الانتهائية للانحناء من جهة العجوز. كيف نعرف أي من الفقرات هي الفقرة الانتهائية وأي فقرة هي الفقرة القمية؟ الفقرة القمية هي الفقرة الأبعد عن مركز العمود الفقري. تعرف الفقرة الانتهائية بأنها الفقرة الأكثر ميلاً عن مستوى الفقرة القمية الأفقية. سأتحدث عن العلاج في فيديو لاحق بعنوان علاج الجنف مجهول السبب عند المراهقين.